الخير مشاهدين الأعزاء، وأهلا وسهلا فيكم وحلقة جديدة من برنامجكم صحتك بصيامك. ولأن الصيام كله صحة، ولأن الصيام فرض علينا ولكن بمحاذير، والمحاذير هذه موجودة على الناس اللي بيعانوا من أمراض طبية، قد يكون معهم رخصة ربانية من أجل تجاوز رمضان أو الصيام لما فيه قد يكون خطر على حياتهم. ومن هؤلاء هم مرضى السكري، واللي ممكن أن يكون الصيام لهم مقبول وممكن أن يكون ممنوع. رح نناقش موضوع مرضى السكري وتأثير الصيام وشهر رمضان على مرضى السكري ما بين الإيجاب والسلب مع ضيفنا في حلقة اليوم الدكتور محمد زيدان، استشاري أمراض السكري والغدد الصماء في رام الله، واللي راح نطرح عليه كثير من الأسئلة حول هذا الموضوع وبشكل سريع راح يجاوبنا. ولكن قبل ما نبلش مع ضيفنا الكريم، خلينا نروح نشوف معلومات مهمة وعامة عن هذا الموضوع وبعدك نرجع لضيفنا الكريم. دكتور محمد زيدان، مساء الخير وكل عام وانت بخير ان شاء الله ورمضان كريم. مساء النور، كل عام وانت بخير، ربنا اكرم ان شاء الله، ربنا يعيد علينا دائما بالخير والبركه يا رب. دكتور محمد، يعني مرضى السكري هم الفئه من المرضى اللي دائما علامه الاستفهام في صيام شهر رمضان موجوده من حيث الامكانيه او عدم الامكانيه. قبل ما نحكي عن هذا السؤال، شو ايش اللي لازم يعمله مريض السكري سواء قبل رمضان او مع بدايه رمضان من اجل التاكد من سلامه صحته من اجل صيام شهر رمضان؟ يعني انا بفترض انه الان مرضانا كلهم كانوا مع اطبائهم فيما قبل رمضان، في هذه الفتره ترتبت امورهم من ناحيه تغيير بعض مواعيد الادويه، كميات الادويه، واحيانا ايقاف بعض الادويه استبدالها بادويه اخرى لما يتناسب مع شهر رمضان. مثل ما قلت انت اسلفت قبل شوي بانه في جزء من مرضانا هم اساسا ممكن لهم الصيام والجزء الثاني لا يمكن لهم الصيام. صحيح. فهو يفترض انه الان هو جهز حاله واموره ماشي، لكن احنا ساعات في ايام رمضان ما زالت المراقبه والاهتمام بموضوع السكر مستمر من اول يوم في رمضان الى اليوم 30 او اليوم 29 على حسب الشهر، وذلك لانه التغيرات ممكن تصير في اي لحظه من اللحظات. نعم. وهذا هو الجزء المهم. يعني احنا دائما موضوعنا مع السكري انه هو مرض متحرك ديناميكي، يعني صحيح. لا يثبت يعني بشكل او باخر. انت بتكون الان بحاله تسمح لك في الصيام وقد تنقلب الامور انك صار لك مش مسموح الصيام. فلذلك بعد التزام الان مريضنا بتعليماته اللي اخذها من طبيبه فيما قبل رمضان، الان هو الدور المتابعه والمراقبه، لانه قد يتحول من مريض يمكنه الصوم الى مريض لا يمكنه الصوم، وكذلك بالعكس. احيانا احنا بنفطر المرضى في اول ايام بذلك منكم تستطيعوا الان انكم تكملوا الصيام. نعم دكتور محمد، يعني هناك نوعين من مرضى السكري بشكل عام، وهو مرضى السكري من النوع الاول والنوع الثاني. ماذا تختلف النظره الطبيه، نظره الطب وصيام شهر رمضان لهؤلاء المرضى؟ يعني السكري النوع الأول هو السكري المعتمد بشكل كامل على الإنسولين، وبما أنه معتمد بشكل كامل على الإنسولين فهذا يتطلب من المريض استخدام من 3 إلى 5 حقن يوميا. نعم. فلذلك لما نيجي على يومنا هذا الرمضان اللي هو حوالي 14 ساعة صيام، هذا يتطلب منا معناته أنه بدنا نستخدم هذا الإنسولين خلال هاي الفترة. فلذلك القاعدة العلمية والقاعدة الشرعية عند الأطباء وعند المفتين بأنه مريض السكر النوع الأول لا ينصح له بالصوم. بل يعني احنا مرات انا بكون اكثر يعني حزما وتطرفا بقول لهم انتم يحرم عليكم الصوم. صحيح. لانه انت الاذى اللي قد يحصل لك لا سمح الله من الصوم يعني انت في غنى عنه، وفي النهايه صحه اجسامنا
هي 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 الحقيقة اللي احنا بنعتمد عليها صحيح. عشان نقدر نقوم بالعبادات بشكل صحيح. يبقى احنا بنقول انه النوع الاول هو المريض اللي معه رخصة بعدم الصيام ويفضل عدم صيامه، اللي ما يشكل الصيام قد يشكل خطر على حياته. صحيح. فالمريض السكري الاول نعم. لازم ما يصوم بس بشكل عام. بس دكتور محمد انت غالبا يعني بصوم، يعني غالبا ما بصوم، واحنا شعب يعني نعم. بحب محبين للصيام يعني. يعني احنا فلذلك انا في النهاية باجي بقول للمريض، انا بطرح عليه الاشياء اللي لازم يعملها، فبيجي المريض بقول لي لا انا بدي اصوم يا دكتور، ما فيش شيء، انا بدي اصوم بدي اصوم، بدك تدبرني. فلذلك احنا الان بننظر للمريض ونقول له بعض المحاذير المهمه. فمريض السكري النوع الاول اذا اصر للصيام، اذا اصر للصيام فهو الشيء الاساسي يعني القاعده الاساسيه هو لازم يقيس السكر بشكل متكرر في اليوم، على الاقل 3 مرات اثناء الصيام ومرتين في الليل، هذا اهم شيء على الاقل حتى يتجنب حدوث مضاعفات. بس بضله ياخذ ادويته راح نقلب شوي في بعض الادويه. نعم. يعني مثلا ممكن نخفف جرعه الانسولين تاعت السحور، باعتبار عارفين في جايين 14 ساعه تقريبا الصيام. نعم. ما بعد السحور بنخفف جرعه الانسولين اللي بالليل. الان معظم السكريين النوع الاول بيستخدموا اللي هو الانسولين طويل الامد وقصير الامد، فهو ما يتم اللي بنعمله احنا بشكل اساسي انه احنا بنقلل من جرعات الانسولين، لكن اياه المريض انه يوقف جرعات الانسولين. لانه هذا المريض يعتمد اعتماد تام على الانسولين، اذا وقف الانسولين ممكن يدخل في تبعات وفي حموضه في الدم، ولا سمح الله قد تدخل غيبوبه او غيبوبه او الموت في اقل الاحوال. نعم. فلذلك هو عليه انه بيكون انا بتوقع انه معظم مرضانا قاموا بتقليل بعض الجرعات الانسولين، لكن الان المطلوب بعد تقليل جرعات الانسولين مراقبه قراءات السكر، قراءه صباحيه، قراءه في اخر اليوم قبل موعد الافطار عشان نشوف هل السكر بارتفاع او باعتدال، وقراءه طبعا ما خاصه ما بعد الافطار، لانه نعم. تعرف افطارنا غالبا راح يكون مليء يعني بالمكونات الغذائيه. صحيح. فلذلك نتوقع انه ممكن يكون هذا يؤثر على قراءات السكر بشكل اساسي. نعم. السكري من النوع الثاني وهو المعتمد بشكل او باخر على بعض الادويه، واحيانا قد يعتمد ايضا على الانسولين. كيف النظره الطبيه لهؤلاء المرضى؟ معظم مرضانا من النوع الثاني يستطيع الصوم، والهدف والفكره في انه يستطيع الصوم حتى الان مع وجود كثير من الادويه خاصه الادويه الحديثه، هذه الادويه تتيح له الصوم لانه نسبه احداثها لهبوط السكر وتبعات السكر هي قليله جدا. فلذلك مريض السكر النوع الثاني انا بفترض انه هو بيستطيع انه يصوم. دائما الشيء القاعده الاساسيه بنوزع الادويه ما بين فتره الافطار وفتره السحور. فتره السحور بنخلي فيها الادويه الاقل، وخاصه اذا كان بياخذ من الادويه المهبطه للسكر، مثل ادويات مثل احنا بنسميها هيك بالكل الحبه الصغيره، مرات هاي الحبه الصغيره يعني مثل بعض الادويه اللي هي ممكن تحرق صحيح. السكر او تهبط السكر، غالبا احنا بنعمل تخفيض للجرعه هاي بنقللها وبنراقب السكر، لكن بشكل عام معظم مرضانا بيستطيعوا يصوم. الشيء المهم انه بده ياخذ دواء مباشره، يعني اذا كان بياخذ دواء قبل الاكل عادي بيستطيع انه يشرب كاسه المي. انا بقول له اشرب كاسه المي، خذ دواك وكل مباشره، ما في داعي للانتظار. دائما ما تنتظر حتى لو كان قريب، لانه مرات هاي الفتره اذا انت اخذت الدواء وانتظرت ممكن يكون اساسا السكري يميل الى الهبوط، فبسرعه يهبط اذا تاخرت في الاكل. صحيح. فلذلك مجرد انه اذن تقدر تاخذ دواك وتكمل الافطار، او في كثير من الادويه الان تقدر نعم. تاجلها وتاخذها في لما بعد الاكل. فذلك بيعتمد على طبيعه الادويه، لكن بشكل عام نعم هذا شيء بنقدر نعمله احنا ونعدل جرعات نعم. الادويه بناء عليه. ولكن دكتور محمد بنلاحظ انه في كثير من المرضى وخصوصا مرضى السكري يعني لحاله بوقف دواء وببدل دواء في رمضان، قديش هذا ممكن يشكل خطر على حياته؟ والله هذا كثير بنشوفه يا حكيم، انت عارف خاصة بعد رمضان تيجي بتكتشف انه في كثير من المرضى كانت امورهم مستقرة وجيدة، اجى بعد رمضان اموره تلخبطت بشكل او باخر. لا ابدا لا يجوز ايقاف الادوية، تغيير الادوية ممكن، تخفيف الادوية، تبديل، بس برضو هذا لازم يجب ان يكون بقرار طبي، يعني بقرار طبي طبيبك. فقط فلذلك انا بقول لك انه افترضت انا انه معظم مرضانا احنا كنا في فترة ما قبل رمضان في زحمة على عيادات صحيح السكري. صحيح. لانه كل المرضى جايين يضبطوا امورهم بالضبط. بس هذا خبر كويس، هذا دليل انه احنا يعني شغلنا الاعلام الطبي انه او انتم واحنا كاطباء اعطى نتيجة انه صارت الناس صحيح. قبل رمضان تروح تشيك امورها. صحيح. صدق انه الاسبوعين اللي قبل رمضان مرات بتلاقي انها عيادات السكري كلها ممتلئة، لأنه معظم المرضى جاي. في بعض الأحيان المريض بس بيجي دكتور أنا بدي أعرف شو بدي أعمل برمضان. صحيح. وهذا إيش إحنا بنبسط، لأنه إحنا عارفين إنه نعم الوعي صار
احسن عند الناس بحيث انه هو مهتم بانه يستطيع انه يتم صيامه باقل خطر ممكن وبتنظيم ادويته بشكل مثالي. طبعا مشاهدينا وكل مرضى السكري دائما احنا في كل مره وكل سنه وفي كل العيادات دائما نصائحنا موجهه انه توجهوا الى طبيب السكري ما قبل رمضان، وهذا افضل من الانتظار الى رمضان، لانه قبل رمضان قد يستطيع الطبيب ان يغير يبدل يقول لك يدلك على الطريق وقد يحسن من نوعيه الصيام اللي بتصومه وبالتالي ينعكس رمضان عليك بصحة جيدة. فعلينا دائما نعرف أنه زيارة الطبيب مهمة جدا وما حدا يبدل ولا يغير دواء إلا بمشورة الطبيب. طيب النوع الأول أو النوع الثاني، وإحنا متفقين أنا وياك ومن زمان أنه الناس بدها تصوم يعني تقول له سكري أول تقول له سكري ثاني في الغالبية بده يصومه. ما هي العلامات اللي الدكتور محمد زيدان والطب بقول للمريض اقطع مريض السكري اقطع صيامك فورا في حال شعر بأي أعراض غريبة من أعراض هبوط السكر، الجوع الشديد، التعب، الإرهاق، تسارع دقات القلب، العرق، هذا معناته أنه في عندنا هبوط سكر، بده يقطع صيامه مباشرة ويقيس السكر، يقطع صيامه ويأخذ وجبته ويكمل الإفطار، واليوم اللي بعده يفترض ما يصوم إلا بعد استشارة طبيبه، لأنه هذا يحتاج غالبا إلى تعديل جرعة الأدوية. في حال شعر بالتعب، الإرهاق والإرهاق الشديد والجفاف والكسل وانه بيروح الحمام كثير وبيشرب وبحاجه للمي كثير، هذا معناته في الغالب انه هو في عنده ارتفاع في السكر. فاذا كان السكر اكثر من 250 في الغالب هذا يعني انه علينا ان نقوم بكسر الصيام لانه بحاجه لاخذ دواء. فلذلك السكر الهابط وتعريف السكر الهابط بالنسبه لي او يعني بالنسبه لنا كهيئه طبيه بشكل عام، اذا كان في بدايه اليوم اقل حوالين 100 فهذا يعتبر هبوط، وإذا كان في نهاية اليوم ما بين 70 و80 حتى لو أنه باقي ساعة على الإفطار غالبا هو يحتاج إلى الفطور، لأنه الانتقال من 70 إلى هبوط حاد ومخيف ممكن أنه يتم بسرعة. وهبوط السكر يعني ليس بأقل ضرر من ارتفاع السكر. طبعا ضرر مرات قد يمتد إلى أشهر متعددة خاصة في موضوع القلب. صحيح. إحنا بنعرف أنه مرضى السكر اللي بتعرضوا لهبوط قد يؤثر ذلك على موضوع القلب بشكل يعني بشكل سيء. نعم. حتى لثلاث إلى ست شهور ما بعد نوبة هبوط السكر الحادة. نعم. دكتور محمد زيدان استشاري أمراض السكري والغدد الصماء، شكرا جزيلا لك، وإن شاء الله يعني يكون صيام مقبول وإفطار شهي ومعلوماتنا تكون فعلا قيمة لمشاهدينا، وشكرا لحضورك معنا. أهلا حياك الله. أهلا. أعزائي المشاهدين، قبل ما نختم حلقتنا اليوم نرجع ونقول على أنه صوموا تصح، ومرضى السكري من النوع الأول بإمكانهم عدم الصيام برخصة طبية وربانية، وكذلك مرضى النوع الثاني عليهم الصيام ولكن بعد استشارة الطبيب. في حالة قرر مريض السكري الصيام عليه الالتزام بقواعد وضوابط صحية وطبية من خلال طبيبه وعليه بمراجعة الطبيب. في نهاية حلقة اليوم أنا الدكتور أشرف طاقم العمل معي، أشكركم وألقاكم إن شاء الله غداً وحلقة جديدة من برنامج صحتك بصيامك. إلى اللقاء.